هو حاجة من الاثنين، يا نقعد في داري ونترشق من جنابي، يا نجي للاستوديو ونفرغ قلبي على خاطر ما عادش نجم. بغيف حلقة استثنائية، آخر حلقة استثنائية عملناها عام 2022 كانت لتغطية حرب أوكرانيا وروسيا اللي هي مازالت قائمة الذات. حلقة اليوم لتغطية حرب امبوسيبل تكون حرب، على خاطر آخر معلومات عندي على الحروبات لازم الزوز معادلات يكونوا متكافئين، معناها الزوز قوة يكونوا متكافئين، فهمتوني؟ معناها هذا قد هذا، هذا يضرب هذا وهذا يرجع له. اللي احنا فيه توا من البرة من البرة حرب، من داخل من داخل قاعدة طرف طبت أرض حشنا بها تطل على البحر، نحبوا نعملوا بحر وفازات وجو، أخرجوا منه أخرجوا حشنا بها حاسيلو. أنا مانيش باش نحكي لكم على التاريخ، لا باش نقول لكم كيفاش بدات لعام 48 لا خطاب بورقيبة لا حتى شيء. تحبوا تعرفوا التاريخ ثم برشا صناع محتوى يحكيوا لكم على الأزمة والنكبة، منهم لؤي وبرشا زملاء أخرين. أنا عندي حكاية أخرى باش نحكيها، قصة قصيرة حزينة. هو لا أنا راني لعرفتها حزينة، لعرفتها غبينة، الكلمة الوحيدة اللي لقيتها تعبر absurd للأسف بالفرنسية القح. أما عملت مجهود وهزيتها لك جوجل، يا أخي قال لي سخيفة، قلت له والله لا ما تعبرش، قال لي لا معنى له، قلت له قربت. لب الموضوع، حلقة اخترت لها عنوان المرة هذه الفشل. بادي إذي بدء فشل الإنساني ما يستحقش نحكي عليه، ياسر قاعدين نشوفوا فيه بعينينا ونموتوا بقلوبنا. مجموعة الفشل الثاني نلقاو فيها أمم الغرب، أكل اللي عدوا حياتهم ينظروا علينا. هذه تجي هذه ما تجيش، ثورتكم باهية مش دونية، أما يهديكم. ما نضربوش العبيد في الشارع كيخرجوا يتظاهروا، رانا نصنفوكم. عدوا حياتهم وهم يذكروا فينا الديمقراطية، الحقوق فما برشا لازمكم الكلكم تطبقوهم، حقوق التعبير على الرأي، حقوق المعتقد، حق الاختلاف، وبرا أبيض أسمر عينيك مجبدين شعرك أحرج، حر أنك تمن بأفكارك، حر أنك تعبر عليهم، حر أنك تقف مع أي جهة تعرضك، حقك أنك تختار رئيسك، حقك أنك تكون معارض، حقك أنك تمن بقضية وتدافع عليها. راهو تلموت قدموا تبارك الله عليهم في الحقوق، تنجم تخرج أنت نهار من نهارات تعمل مظاهرة على حق السنجاب وحق الشجرة، حق الأعشاب، حق الفراشات، ما شاء الله عليهم تبارك الله في الحقوق. قول قايلك الحقوق هذوكم وينهم؟ خاطرني أنا توا في أمس الحاجة إليهم، حاجتي بيهم. تي ما طلبتني بنت عمتي تقيموا بالخارج، قلت البارح ما هي فهمة حتى شيء مسكينة المغبونة، قالت لي راني طلعت في المترو كالعادة ما عملت حتى شيء جديد، جست قلت لصاحبتي السلام عليكم شنو حوالك لاباسة، وما راعها إلا ذقونة كاملة متاع المترو يقهروا لها يتشحروا لها تقول دراش عملت. قالت لي والله لا فهمت يا أخي، أنا قتلت روح عملت حاجة ما تبدل حتى شيء. مازلت ما فقتش من غلبة بنت عمتي، حليت ستوريات نلقى صديقي موقفينه تحت حيط متلمدين بيه 15 شادين له باسبور ويورقوا فيه ورقة ورقة، حبيت نفهم شنو صار، قلت يمشيش يفضحنا في بلاد برا وعمل العملة، قال لي ليه ابدًا دن. جست صورت مظاهرة بتليفوني، خذوا له الباسبور خليوه ربيع ساعة الماشي وجاي يتفرج فيه، واخيرا وليس اخيرا يسكوه بغطية قدرها 135 اورو على خاطر صور مظاهرة. لا سوغيس شغل جاتو، صاحبتي قالت لي انا حرة نعبر على رأيي وقت اللي نحب كيما نحب، انا في بلاد الحرية. هزت علمي ورفرف بتاع فلسطين وخرجت، قالت فري فلسطين، رشوها بالماء، اكل اللي قالولنا عليه ممنوع سي انوما. رصت ليش نصبر فيهم، قلت لهم القضية هذه بالذات جيبوا علاماتكم وتفضلوا بحذنا، نعملوا في المظاهرات وقت اللي نحبوا كيما نحبوا في اي بلاصة نحبوا عليها، نقولوا اللي نحبوا عليه. نجيوا للفشل الثالث، كليوا على قلبي وشربوا. الحكام العرب ريتوهم بفلوسهم ببترولهم بغازهم بجيوشهم باللي بورتافيون تاعهم باللي تكنولوجي اللي عندهم بالفلوس مرة أخرى اللي يدزوا بالركبة، شي عملوا؟ اسألوني شي عملوا؟ يندوا في الصباح، يندوا في القايلة، ندوا في العشاء، يندوا. احنا ماناش متوافقين مع اللي قاعد يصير، نندد من الجهتين، اما جهتين وخي فماش تكافؤ في الجهتين، نحن منزعجون. اي بعد ما انزعجت شنو تعمل؟ انزعج برشا برشا تعمل تترشق، نندد. اي نديت وانت تندد. في خضم هذا الكل انا قلبي يندد، يندد بالجالية اللي تعيش البرة
اللي انتوما مالغي اللي تعيشوا في بلدان عربية تندد، ما عندكمش الحق حتى تندوا وتعبروا على رأيكم. الاخرين على القليلة نعرفوهم مع شكون، اما انتوما قلبي عليكم دم. نجم زيدا نستدعاكم انتوما بحذنا، مرحبا، طرق لكم وقتاش المظاهرة الجاية. قاعدة فشلولة صغيرة لازمني نعبر عليها، اما احنا رانا مستنسين بها مش غريبة علينا، بالرغم من انه الحق يقال ورينا زن استأخي وتعاطف وتحابب ووقفة أثبتنا أنه التونسي للتونسي رحمة والتونسي لغير التونسي رحمة زادة، أما هذا لم يمنعنا من أن نمارس هوايتنا المفضلة الدخول في خناق شبعضنا. أنت هبطت ستوري سنت فيه القضية، أنت ما هبطتش معناها ما تحبش القضية، أنت خرجت تعشيت أنت وعائلتك بالرغم من الوضع الراهن، أنت ريتك تقيت الهلال الأحمر تبرعت يعطيك الصحة، انتي ما تقيتهمش يا مشحاح، ما تحبش خواتك، حرام عليك تو تلقى حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انتي ما نتفهمنا، كل واحد حر في روحه، كل واحد حر في رأيه، كل واحد يعبر على أحاسيسه ومشاعره بطريقته، كل واحد حر يساند ما يساندش يعمل اللي هو يحب عليه، نفسه بعضنا نهويه بعضنا. نقطة أخيرة، اليهودي ما هوش صهيوني، هو فقط معتنق الديانة اليهودية، معناها ما غير ما ندخلوها فرقة وعود حطب ونضربوه ونسبوه ونبعثوله دي ميساج دو ان ونهدوه، دعوه هو شأنه. السلام. بغيف اللي قاعدين يعيشوا فيه خواتنا في فلسطين قاعدين نتفرجوا فيه كل يوم، قاعدين نحسوا بيهم، مرضنا عليهم بالفرش والمخدة، مدبرمين، مقهورين، مشويين، مغلغلين، والعبارات تنقصني باش نعبر على قاعدين نحسوا فيه، اما هذا الكل ما يجيش 1% من اللي قاعدين هما بالحق يعيشوا فيه، في الدمار اللي هما فيه، في المجازر اللي قاعدين يشوفوا فيهم كل يوم. حاجه بركة نجمو نعملوها، نكملوا في اللي قاعدين نعملوا فيه، نفضحوا الحقيقه، نوريوها، نوصلوا لهم صوتهم، نوصلوا لهم وجيعتهم، نوصلوا لهم قهرتهم، ونقولوا لهم هانا معاكم ماكمش وحدكم. اترافير لي دون، اترافير الهلال الاحمر، على خاطر هذيك هو الهمزه الوصل الوحيده بيننا وبين فلسطين، إن نعطيه اللي نقدروا عليه، كل قدير وقدروا، فراشية، باكو مقرونة، فلوس، دويات، كل واحد وشنو ينجم يعطي، ما نسلموش، ما نسيبوهمش، وما نخليهمش وحدنا، وبقدرة ربي، إن شاء الله غدوة خير، وإن شاء الله رفرج على قريب.